اوكي البيشنت فيسنج هير، اليد بتصير عندك هنا واليدك الثانيه بتصير ورا. اوكي اول شيء خليها هذا بعدين هات. اوكي ما في ديفورمتي كيف اسوي لك؟ اوكي اليد تلكت اني السمتوم عندي right side of the patient. So you have to be in the left side. Who has the symptoms? Left side. Right side. Right side. Okay. Okay. He's away from pain. Lateral shift in this way. زين. And the right side وابغى اصلح. Oh, جيب. Looked. مو قادر اصلا لحاله يصلح ويش؟ الديفورمتي اللي صار. فمحتاج في الرجل اليسار عندي looking in knee وانزل لتحت. الموفمنت تصير تو تايمز، يعني موفمنت من الشولدر اللي ادفع المريض وفي نفس الوقت وش اسوي؟ اسوي بولينج الى البلفيك. اكيد بيعطيني ريزيستنس، لذلك هو محتاج ها؟ هي احسنت، مو من مره واحده بيعطيني ريزيستنس بين وشوي يطيحني هنا. لذلك هو هنا لوكت الني جاي من الخلف راسك من الباك وابدا اسوي ويش؟ جاست ستاند. الشولدر لك مع الشولدر لك في نفس الوقت ايش اسوي؟ بولينج البلفيك لين يجي ليش؟ الاوفر كوركشنز. لازم اوصله الى الاوفر كوركشن، مو اوصله بس على النورمال. لازم يجي في الاوبزيت دايركشنز. وهذا يحتاج وقت وبعدين اون اوف اكرر. ولازم انهي مع ايش؟ حط يدك على يدي على يدي انا امسكها قدر؟ اوكي ايوه لازم انهي مع اكستنشن ان ستاندينج. لما اخلص اللاترال كوركشنز لازم اخلص صلحت الديفورمتي، لازم انهي مع في اللودينج اكستنشن ان لودينج اند يو هولدينج البيشنت في الكوركشنز واكررها 10 تكرارات وبعدين ارتاح. اوكي تمام بس ادفع له اون اوف ظهري يرجع في نفس الوقت ايدي اعطني ريزيستنس شوي. اوكي اوكي لين يجي مع وش؟ كل الاوفر كوركشنز لازم اوصل الى الاوفر كوركشن. بعض الاحيان الريزيستنس حق اقلل الريزيستنس وش اسوي له؟ اسوي له مايلد فليكشن وبعدين اسوي له كوركشنز لين اوصل الى الماكسيمم اوفر كوركشن مينتيننت اكستنشن 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 واريح اكستنشن وابدا اريح. لما اصلح الديفورمتي حق هذا ابدا اروح اسوي ايش؟ اكستنشن من اللودينج. طيب مع البلت ما سويت لوكينج حق لا ما محتاج، ما محتاج بس اني ادفع ادفع البلفك بالبلت ويدي ويش؟ ادفع الشولدر. اوكي؟ يعطيك العافيه.